السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده باذن الله، ونهار جديد ومرحبا بكم عند حياه. كي دايرين؟ صافا 5 5، كل شيء مزيان، صافا شي شويه، اموركم هانيين، ما تديوش على هذه راه غير باش كيدخل لي الكولوندير باش كنبرد شي شويه. دايره السراجم، السراجم هادو غير السراجم الفتحات باش اللحم كيتبرد شي شويه، ماشي مشكل. هاد البيجامه رطيبه ورهيفه وداك الشيء كتعجبني، كنلبسها في الصيف محرحره مع راساتها، ماشي مشكل، ما فيا ما نخيط. حبابي قابلين عليا، جمهوري الحبيب، تحيه لكم من اعماق قلبي، وتحيه للدول العربيه في المكان، وتحيه للجاليه المغربيه، وتحيه للمغرب الحبيب، من طنجه حتى للكويره كنحبكم وكنحمق عليكم. كلشي مزيان 5 5 بخير. غادي نغسل معكم غير الماعن، وغادي نوجد معكم عصير ديالي ديال الفطور، وهادشي اللي كاين، وغادي نشوف باش غادي نرافق واش بالسيور ولا ملاوي ولا حرشه ولا اللي كتب الله. يعني خليكم معايا وانا غادي نبدا نصوب شغالاتي، وانتم انتوا معايا يا حبابي ويا خوتي. كلشي مزيان، ما كايناش حتى ميكا فاش غندير حاشاكم. كي كيقولوا له بالفرنسي شنو كيقولوا له؟ كيقولوا له بوبال، لا بوبال، لا بوبال ولا زبل ولا شطلون، بيني وبينك راه قاعد غير الزبل وصافي، لا بوبال ولا بوبال. المهم ما عليناش، باقي عندي ميكا هنايا موسخة، هادي خليها مكافية، حيت كنحتاج هاد الميكات المكافيين، كنحتاجهم أنايا، كندير فيهم بزاف ديال المسائل. أنا في الدولة دي كيديرو ليا حالة 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 في لابابو، متصوروش. شوف دابا انا غير سيدي، كلشي غير مزلع، كلشي 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 غير مزلع. اول حاجه كندير هي كنخوي الشبكه، الشبكه كنخويها فهمتوني، كنخوي الشبكه باش كنلقى فيه كنحط عاود ثاني، باش كنلقى فيه نحط كنخوي الشبكه هي الاولى. وصافي غادي نحك هاد الماعن ونرجع لكم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل، راه الدقايق دغيا كيطيرو. زيونه ديولي من بعد ما ساليت الماعن، الماعن ساليتهم، دابا غادي ندوز البوطه. كانت زبده ديال الماعن الصراحه، نحسب لها غير شي شويه، صافي والله القسم الا زبده ديال الماعن كبكت معاها شي نص ساعه وعاد نكمل داك زبده ديال الماعن. غادي البوطه دغيا كتوسخ بيني وبينكم، دغيا دغيا الغلاصه والله نهار خصها نمسح والله نهار والله نهار كنلقى والضيق والحرق في الكوزينه، الضيق والحرق يا الخوت، راني كنقلب على الكرة صافي، دعيو معايا نلقى شي بريك ما زوينة للكرة والله القسم. هاديك راهي غالية ومفيهاش مفيهاش البلاطارات، مفيهاش التيساع، يعني كلشي حدو قدو. الكوكوطات كنغسلهم وكنحطهم فين كنحطهم؟ كنحطهم في الباكو، حتى التقاشر كنحطهم في الباكو، لأن مكنلقاش فين نحط التيساع، مكاينش فين تحط كاع والله القسم، لا التيساع مكاينش. راني كنقلب على الكرة، غير دعيو معايا نلقى شي بريط ما ولا شي حاجه. البارح اول البارح خرجت ومشيت عند السمسار وصيتو، قلت له بانت لك شي حاجه، عطيته النمر التليفون، قلت له بانت لك شي حاجه قولها ليا فهمتوني الخوت. وبالنسبه دخلوا عندي شي اخوات كنمسح وكنرتاح ونهضر معكم، دخلوا عندي شي اخوات وقالوا لي حياه ديري الجوده في ديري الجوده في كسميتو، شوف انا نهضر نضن صحيت غير من هنا، ديري الجوده في التليفون، الجوده راه عندك ميته خوتي، راه ما كيبغيليش الجوده، الجوده ميته فيه، واش التليفون ديال 16 جيجا هو اللي غيدير الجوده؟ راه كنعيا نتقاتلو كنمسحو كلشي وما كيعطيش الجوده، حق الله الجوده قليله. هي قبلوا عليا وصافي، قبلوا على الفيديوهات ديالي وتيسهر الله وندبر الله في شي تليفون، وداك الساعات غادي نبقى ندير الجوده زوينه وكلشي زوين صافي خوت. هي قبلوا عليا كنقول الوالدين، هي ما تبقاش تنكروا عليا، الجوده قبيحه الجوده قبيحه الجوده قبيحه، الا كانت الجوده قبيحه راه حياه زوينه تغطي شي كيغطينا شي ولا. دابا خوتي كنمسح البوطه، غسلت المعنات
انا كنمسح الغطه. ديروا شويه ديال الحماس والحيويه والنشاط. ها هو تنشاط. هذه الخمسه والصفر وانا مازال ما وجدت الفطور. الحداقات الحداقات في قاعده كنبقى نخشي هذه هكا ما عرفت علاش. المهم ما عليناش كنشوف نمسح هكا مزيان. ما كيعجبنيش ندور في الكوزينه وهي مبرجه على رقبتي حق الله. الكوزينه كتبقى مبرجه كتجي في حالتها شتي. الله اكبر ما كاينش ما كاين غير الفايده. يلا كنهضركم على الضيق. اي حاجه كتبقى كتلاوح ولا نمسح المهم نمسح الارض ونرجع معكم. حبيبي بغيت ندير السيول لقيت عندي خنجاد الباكيت مستوك يا جوج خناشيت الباكيت. بغيت ندير السيول لقيت الزيت سالات ملحم سد. دابا شنو بغيت ندير؟ قلبتها حرشه غادي ندير الحرشه وهاد نقول لكم فطوري بسيط باش ما تضحكوش عليا. والله ما تضحكوا عليا. شنو غير الحريره الحريره ما كايناش غير الحرشه والعصير وتميرات وشي بريدات تاعي والقهوه ديالي وصافي هذا هو فطوري. هادشي اللي غادي ندير. داكشي الصبط البط يا الخوت. كي جاتني هاد الكسيوه كي جاتني خايبه ولا زوينه؟ الله الله الله. المهم ما عليناش انا غادي نوجد لكم دابا الحرشه. غندير السميده البيضاء والصفرا. اش غادي نقول لكم؟ الله يرحم ضعفنا. قولوا امين قولوا امين يا الخوت. ما كفاها غير اللي في القهوه وغرب بعدا هاد السميده البيضاء وكنزيد عليها شويه صفرا وكن كنخليها تخمر واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه وعاد كنطيبها. إنسان هو لي كيبقاني باش نعطى الله مالنا حنا عيلة كان هادي ولا هادي. قلتي عندك تسيبي تقاشر؟ لا. ها الحرشة ديالي السبيدة ديالي كنخلط ديما كيما كنقول لكم الصفرا والبيضة. سبحان الله الصفرا غالية والبيضة رخيصة. هاد الدجاج البلدي مع الدجاج الرومي ياكو كاينه ولا ما كاينش؟ ماشي معاك بنتي انا معاهم مع حبايبي وصحابي يا عمو القربالي القربالي القربالي. ها الخميره ما عنديش زيت روميه غادي ندير غير هاد البلدي. انا ريحه البيجامه شحال من دكدكه مسكينه واكله الدق كتبان عليا مالهلا. عندي غير الزيت البلديه كما قلت لكم غادي نعطيها لواحد الناس الله يجازيهم بخير ويعطيهم الخير بهذا المنبر. نوقف على من على من على من على من حسيت براسي بهاد البيجامه هادي. حسيت براسي بحال ليله بحال شي وحده كتفشي باب الجامعه على رقبتي كلها محرحله كلها متقوبه كلها مقطعه وانا عرفتي واش غادي ندير لها. المهم السميده ديالي ها هي راه كتخمر درتها تخمر شي شويه وبنتي قالت لي ماما ديري لي سندويتش ديال البطاطا والكاشير والزيتون والفرماج وداكشي. راه ملي غديت البطاطا تسلق راه فينا هي وصافي غادي نوجد العصير والحرشه وصافي هادشي اللي كاين. وهادي ها هي خوتي حماقي بقات مبلشه بحوايجي اولا كتقط فيها كتجي عندك. ها ها ويلي مالي انا ماشي حتى لهاد الدرجه خوتي ماشي حتى لهاد الدرجه مقطعه طراف الله يردي. او خصكم تشوفوا حي ديما زويونه. انا ما جبت مقص ونقطعها اير بان اير ما نعاودش نلبسها. انا لبست هذه عاوتاني واخا راني نلبس الاول هي بداك الشيء اللي راكم عارفين فهمتوني حبابي. هادي معنا شويه اما هادي رطب الله لا حسيت بالحضره كنت باغيه نبكي 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 شي حتى اللي سكتني حتى اللي شي واحد يقول لي حياة الله يسامح. الزيونات ديالي الحريشه ديالي انا سولتها هادي درتها غادي نقادها. علاش انا جيتي درتي يدك الحرشه؟
علاش جيتي درتي يديك في الحرشه؟ ما تعاوديش يا مرة مشي تحلي الدماغ جات وطشات يديها في الحرشه. شوف كيف زطاتها شتي؟ انا درتها هكا سيري كنصور سيري لهيه سيري لهيه سيرو لهيه انا كنصور الدراري ما كيخليونيش طونكل. بالنسبه لخوتي قطعت هنايا الفريز وقطعت التفاح البنان عندي، ولكن ما بغيتش نديرو لان كيحل الا طحنتي قبل الوقت كيولي كحل. ولهذا غنخلي الدراري غير ياكلوه هكا، نحط لهم مع المغرب هذا، نخلي غير ياكلوه بلا ما نديرو في العصير. العصير ديالو كيجي كحل شويه. درت غير الفريز والتفاح وصافي، هادشي اللي كاين. غادي نخوي لهم الحليب باش ما يكحلش. راكم عارفين دغيا كيسير كيكحل الى كيفقد ديك الجوده ديالو. ملي تشوفوا الديسير قطعته قبل الوقت ولا عصير طحنته قبل الوقت ولا كحل، كيفقد ديك الجوده ديالو كاع، كيفقد داك الفيتامين ديالو كاع مره. حق الله ايوا ملحه تسدو عند غير هذا الحليب. وغادي نكمل بالماء نشمل الكابطه مزيان باش ما تبقاش فيها ريحه الحليب. يعني اللي بحال اللي عنده غير كارطو ديال الحليب شي حاجه وبغى يقتصد يدير بحال هكا، يشلل مزيان ولا شاف راسو هو هذاك هو هذاك ما شافش، يولي يزيد شويه الماء. ها يولي يزيد شويه الماء ويزيد يشلل باش ما تبقاش المذاق ديال الحليب في الكارطو. ريحه الحليب ما خصهاش تبقى في الكارطو، واحد نسيبوه في الزبل هكا. اوكي اخوتي غادي ندير السكر. خوتي الحرشة ديالي فقدتها، هي طابت على الجهة الأخرى، هي طابت تبارك الله محمرة، ولكن كانت غتحرق من هاد البلاصة. هادي دابا حتى ملي خديتها خديتها غادي نولي نحمرها تاني من الجهة من تحتها، حرقتها شي شوية ولكن ماشي مشكل. كيما دارتو العمشة كياكلوه ولادها، هادشي اللي كيقولو. كيما دارتو العمشة كياكلوه ولادها. انا لما لبسها السروال كنطلع يديك بيهم كلها كتهز الفوق. بيني وبينكم انا الصهد من دابا وانا شعري كندير له هكا كنجمع، لان كيجيب لي الصهد بزاف. خرجوا لي حبابي الطاطا ديالي هي كتسلق، مازال كتسلق. الحرشه ديالي هي كطيب، العسل ديالي ها هو غادي نطحنو والحرشه ديالي خاصها هي كطيب شويه. نقص لها البوطه باش تطيب على خاطرها. فهمتوني يا حبايبي؟ وصافي دابا غادي نحيد هاد الزبيلة من هنايا اللي درت ديال التفاح والفلفل. هاهو هدا، هادي الفيديو درتو معاكم غير خفيف ظريف، يعني ما فيهش شي شغال هكا ولا، غير خفيف ظريف. والله خوتي إلا كنسخر حق الله، تا كتبدل المغرب وناكل هكا وشوية وداكشي عاد كنولي مزيان. كندور فيها هكا شويه ايوا مع فرنجات ومع الشكلاط الساله اللي خلاص مع فرنجات وعسيله وصافي وزويته. وهادشي اللي كاين وهذا هو الفطور ديال غد النهار باش ما نطولش عليكم. شكرا لكم اللي خطيكم عليا اعز الناس عندي، راني كنحمق عليكم وكنتسطى عليكم اللي خطيكم عليا. وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على التعليق الزوينه اللي كتكتبوا ليا. كنشكركم من اعماق قلبي اللي خطيكم عليا. باي باي مع السلامه، حتى الفيديو مقبل باذن الله. وفي الليل غادي ندير لكم اللايف. مرحبا و الف مرحبا.